هلا والله. السلام ورحمة الله، شكرا لتلبيتك لدعوة البرنامج. يا هلا والله. سمو الأمير، اليوم في يعني تصريح على 8 عمود في جريدة الوطن، في جريدة عكاظ، الحديث يدور حول الانضباط والقرارات الأخيرة صدرت بحق نادي النصر، وتحدثت بأنه يعني لم يكن هناك مساواة في تطبيق القرار. هذا من الطبيعي، لكن بالنسبة لجريدة عكاظ العزيزة على قلوب الجميع، أنا أعتقد أن هي خذت من التصريح من حسب مداخلات في بعض القنوات يعني الرياضية، لأني لم أصرح يعني تصريح لأي جريدة صحفية، لكن هو كلام صحيح بالتالي اللي تحدثت به أو اللي أنا ذكرته في السابق. لا شك إن هذا كان في سابق أو في أول المشكلة، بعد ما وضح الأمير نواف بن فيصل وجهة النظر وأنها كانت ليست على حسب أو بمناسبة الدخول إلى أرضية الملعب وفقط كانت للتصريحات، لا شك أن بننظر إلى ما حدث قبل يمكن حوالي 3 أسابيع أو 4 أسابيع من المشكلة هذه، لما تحدث كذلك رئيس نادي نجران عن التحكيم ولم يكن هناك سوى تنبيه فقط من لجنة الانضباط وليست عقوبة، مع أن التصريح كان أشد، لأن الأمير فيصل بن تركي لم يتحدث عن التحكيم بتعمد كما حدث من الآخرين، وإنما تحدث عن تعمد الاستفزاز ولكن ليس تعمد الهزيمة أو ما شابه من هذا القبيل، ومع ذلك كان فيه هناك عقوبة من لجنة الانضباط. لكن كما أعتقد أو الجميع يرى بإذن الله أن لجماهيرية نادي النصر ولمتابعة الجميع لأخباره وأحواله، أعتقد أن هذه تكون بداية، لكن بإذن الله بعد كذلك ستطبق بإذن الله على الجميع. يعني أمير ترى أنه لجماهيرية نادي النصر كان البداية بداية تنفيذ العقوبات على النادي بسبب جماهيريته؟ دائما لما يكون في شيء جديد لابد أن يحدث لنادي كبير وجماهيري ومتابع من الجميع، بحيث أن الأندية فيما بعد لا تستطيع الشكوى أو أنها تحتج على أمر مثل هذا. وأنا أعتقد يمكن هذه كانت السابقة اللي يعني يبون يتخذونها على رئيس نادي النصر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي. طيب سمو الأمير، تحدثت عن يعني تحدثت عن الأخطاء الجماهيرية اللي صدرت، واللي تقول أنك لا تقرها ولكنك تدافع عنها بأنها ردة فعل. هذا صحيح، لكن أنا ما أبرر، لا شك أنه كان في خطأ، لكن لابد أن ننظر للأحداث بتتاليها وكما حدثت. كان لابد أن يصدر قرار عقوبة بحق الحكم الذي تسبب بجميع ما شاهدناه ورأيناه، وهذا الشيء اللي لم يحدث إلى الآن. صحيح قرأناه إعلاميا لكن لم يصدر من أي جهة رسمية أو مسؤولة، وهذا كان لابد أن يتم، لأن الحكم هو الذي تسبب بهذا الأمر ولم تكن السابقة الأولى له، لكن كان له سوابق أخرى. حتى لو كان هناك أمير، حتى لو كان هناك يعني بعد أن هدأت الأمور، حتى لو كان هناك يعني مثلا تفنيد للقرارات اللي احتسبت بأنها كانت يعني أضرت بالنصر، بينما بالتحليل الفضائي والتحليل التحكيمي وحتى باعتراف بعض نجوم النصر أنها لم تكن ركلة جزاء مثلا. أنا شفت التفنيد اللي كان موجود عندكم باللاين سبورت، وكذلك شفت تفنيدات أخرى عبر محللين آخرين، وفي كثير منها كانت في صف أو ما تحدث به نادي النصر أو المسؤولين بنادي النصر. وكما يعلم الجميع أن التحليل هي وجهة نظر، لأن كل حكم يراها كما يعني يستطيع يعني التبرير لها، لكن الجميع يعني ما في خلاف على أن الجميع يرى أن الحكم في الشوط الثاني من المباراة كان شخص آخر عنه في شوط المباراة الأول، ويعني كان مستواه سيء جدا في الشوط الثاني، وقراراته جميعها عكسية، وليست فقط اللي اتخذها الحكام المحللين لتحليل بعضها وترك يمكن الأغلبية اللي تسببت في مثل هذا الأمر.
طيب يا أمير، يعني هناك أيضا يعني أصوات ربما أخرى، يعني من ذكرتهم أنت في يعني بكل وضوح، أنت هنا تقول يعني جاملت الأهلي والهلال على حساب النصر، هناك رأي آخر أو صوت آخر من الإدارة الهلالية بمطالبة بعدم زج باسمها في كل ما من شأنه، يعني كل ما صارت أمور لدى نادي النصر أو غيره من الأندية تم الزج باسم نادي الهلال، لماذا لا تعملون على ناديكم فقط كما يطالبون؟ أولا نادي النصر لا يعمل إلا على ناديه ولناديه فقط، لكن البقية يذهبون لما يذهب لما يحدث في نادي النصر. يعني مثلا أول أنا مثل ما قلت في البداية، هذا لم يكن تصريح بقدر ما كان مأخوذ من بعض المداخلات. اللي حدث في أحد المداخلات، تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد شخصيا وعن أنه لم يسبق له في يوم الأيام أن تحدث عن التحكيم، فأنا يعني جبت هذا كشاهد، يعني أنك حدث أن في مباراة من المباريات تحدث عن التحكيم، وكان وقتها بعد مباراة نادي القادسية الشقيق مع نادي الهلال الشقيق، ويعني حسب ذاكرتي وأنا يعني ما أعتقد أني أحفظها نصا، لكن ألبس الحكم أنه كان لابس لبس نادي القادسية أو شعار نادي القادسية، وكذلك وتحدى أن يكون أحد يعني من أعضاء الإدارة تحدث بمثل هذا الأمر، وذكرت أن الكابتن سامي الجابر في مباراة مع نادي النصر الشقيق الموسم الماضي كذلك تحدث عن الحكم خليل جلال وظهر في حق عقوبة على ما أعتقد. فهذا تذكير فقط لما ذكره الأمير عبد الرحمن بن مساعد، يعني ما هو شيء أكثر من كذا، لكن عن ما حدث في هذا الموسم في البداية تحدث عن ما حدث عن أو من رئيس نادي الأهلي الشقيق الأمير الخلوق فهد بن خالد، لكن أن شيء حدث على أرض الملعب والجميع شاهد، وكذلك لم تكن هناك يعني قرارات، مع العلم أن اللائحة كانت موجودة قبل بداية الموسم وما حدث أي شيء يعني من ناحية عقوبات أو ما شابه، إنما بالعكس حدث فقط تذكير باللائحة وأنها ستطبق. يعني إذا بنضع لائحة قبل بداية الموسم وثم نذكر أنها ستطبق، يعني هذه وجود اللائحة كافية على ما أعتقد. هذا كان وجهة النظر اللي تحدثت من خلالها. السؤال الأخير عن زنجا وعن ما يدور في الإدارة النصراوية الآن، هل من جديد في هذا الأمر؟ والله أنا لست بقريب جدا الآن، لكن اللي أنا أعتقد أن إدارة نادي النصر هي ما تقدمت بشكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم على مثل بعض الأحداث هذه، والأمر يعني قيد النظر فيه، وبإذن الله يعني كل حق يعني بيروح لصاحبه، وإن شاء الله أنه موضوع منتهي لا من مدرب زنجا ولا كذلك من إدارة نادي النصر. بالتراضي أم بالشكاوي؟ سواء بالتراضي أو بالشكاوي، يعني إذا كان بالتراضي فهو الأفضل والجميع يعمل عليه، لكن إذا كان بشيء آخر فما أعتقد أنها بتكون الحالة الأولى أو أنا سألت في الملاعب السعودية. أنا سألتك هذا السؤال لأنه مثلا قرأنا خبر أنه فيه بالتراضي، وقرأنا خبر آخر أنه نادي النصر يشكو زنجا بسبب إثارته لجماهير النصر، فعشان كده أسألك أيهم يا أمير، وأنت أقرب مني للإدارة النصراوية. أنا بس اللي حبيته واضح لأن الجميع يتحدث عن أن المدرب والتر زينكا هو اللي شكى نادي النصر، وحبيت أكد كذلك إن فيه لا شكوى كذلك للاتحاد السعودي من نادي النصر السعودي على المدرب زينكا، فهي متبادلة بإذن الله أنها تنتهي بالتسوية بالتراضي، لكن وإن يحدث فأنا بأكد لكم يعني سواء بالاتحاد السعودي لكرة القدم أو بالاتحاد الدولي الفيفا كل واحد بيأخذ حقه بإذن الله. الأمير الوليد بن بدر عضو شرف نادي النصر، شكرا مرة أخرى لاستجابتك دعوة.